ثرود البامية أو ثريد البامية، الأكلة الغالية على القلب. اليوم هوانا مدير الزور، اليوم هوانا سوري مدير الزور. بدنا نعمل مع بعض أكلة جدا مشهورة عندهم بطريقة سهلة وسريعة وأكيد لذيذة أكثر. تابعوا معي أجمل وأطيب وألذ وصفة لثرود اللحم بالبامية. معلقة زيت كبيرة، ثوم على حاله وثوم مهروس، معلقة كبيرة دبس بندورة، بصلة، رشة فلفل أسود، مي مغلية، نترك على هذا الشكل نصف ساعة. وهي بعد ساعة من الغليان على نار هادية. نتركها 5 دقائق وتكون عندنا جاهزة.